السلام عليكم ورحمة الله، اسعد الله اوقاتكم، كل خير، شكون اصدقائي، ان شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو تحدي انا واحمد، احمد الرفيق طبعا، حنتحدى بعضنا يلي بيجيب عارضه. مثلا تحدي مو فقط انه خلص عارضه وامشي على الموضوع، لا، تحدي كل واحد بيجيب عارضه. حنبلش اول شيء من منطقه الجزاء، كل واحد بيجيب عارضه بيرجع خمس امتار، خمس امتار، خمس امتار، خمس امتار، لحتى اول واحد. طبعا معنا هلا معنا 20 دقيقة لانه قرب اذان المغرب، معنا 20 دقيقة لنشوف هاي ال 20 دقيقة كم واحد حيبعد اكثر من الثاني، فكل عارضة حتكون خمس امتار بعدها. فبسم الله هنا، طبعا هلا حلعب حجر قص لنشوف مين يبلش. ها مرة حجر ورقم قص، بسم الله. انا طبعا كل واحد له كرة ولنشوف. طبعا اصدقائي هي كل ما قربت المسافة حتكون اصعب بالرفع، فحتكون هاي صعبة اول شيء لانها قريبة، يعني تقريبا بيجي 4 امتار او اقل. فبسم الله اول شيء. انا دوري دورة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. يلا. تعلم. لا 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 لمست، والله لمست. نرجع على البار، دقيقة شوي، نرجع على البار. تعال 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 البار. تعال طبعا هيك بعد ما رجعنا على البار طلعت بي لامسة، هي لامسة التحتانية، القائمة التحتاني، هذا نص المرمى، فهذا حسبه تقريبا يعني نزلت هي شوي على العرضة ما لمسة. فحنكمل يلا نفس المكان. يلا والله هاي لمسة. يا ثلاثة أربعة خمسة. الله يا لطيف يا تسعينها. عارضة يلا وصل ولا لا؟ يلا يلا. هلا خلاص صارت هيك نتيجة 2 إلي. هلا خلينا نقدم بعد الساحة هيك، وهاي نص الملعب إلي؟ إلي عند الداية. Yeah.
يا الله هذا سابق جدا بيت يا اخوان ترى مسافة 30 متر مسافة 30 متر ما هي سهلة عارضة عكس يا اخوي عكس عكس والله طب يتعرف لا انا واقف استنى الطابه تروح على الجول ما شاء الله انا انت يا الله سينا يا لمسة؟ لا يا الله يلا عليك يلا يلا لا 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 كمان نص الملعب والعارضة عارضة شوف شوطك هاي لازم هاي تعب لازم روح لا حبك ها لا يا الله لا شوف يا حرام لا 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 بدك تسمع صوت العربة بدك تسمع صوت العربة معي نفسي يلا جو واحد صور يلا
يلا تسديدة أخيرة يلا. لا هاي بلاش يا زلمة يا أخي. طبعا هيكون وصلت الفيديو. أنا فزت طبعا، فزت فرق واحد يعني 5 نقاط. اللي في النص الكرواتيا اللي في النص صارت صعبة علينا، المسافة ما هي سهلة، 35 متر. فعموما هو وصلنا الفيديو، اسمعوا الفيديو واللايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم في أمان الله.